الطبيعي انه يكون عندك رأيك، بس المو طبيعي انه كلياتنا نقول لك امرك، واذا كنت مفكر هيك فالمشكلة في فكرك والمفروض تغير طبعك. بدك الناس دايما تبادر؟ طيب شي مرة بلش من عندك. والله عجيب امرك، صار بدي قاعدة الحكاية مو هيك؟ دي فولو مي. هالدنيا ملانة مشاكل وهي طبيعتنا اصلا، بس اذا صفلنا فيها شوي منلاقي انه نص مشاكلنا من عدم فهمنا للاخرين، والنص التاني من عدم فهم الاخرين إلنا. ايه والحل؟ ما في غير حل واحد فينا نعمله، هو انه نعمل الاخر مثلنا، يعني نخليه يتغير، يتحول، يتماهى على الخالص، يعني يصير نسخة مننا، أو منريح راسنا ومنلغي شفت دليت على السريع، لأن إحنا شعب ما له حل، لا طخه لا كثير مخه، وسط معنا عمو. يا جماعة الخير مو هيك، الطبيعي إنه نختلف عن بعض، أساساً هي حلاوتنا. تخيلوا نصير كلياتنا مثل بعض، يعني نسخ بكل معنى الكلمة. مثلا تخيلوا يصيروا الكل ميسيو فرانكي. والله بيتكن بصير في القلعة. لعب ممزح، أنا مالي مثيل أصلا. جد وين الجمال؟ في التمايز، في الاختلاف. كل واحد فينا عنده أفكاره الخاصة ووجهة نظر في الأمور من حواليه، وهذا من أبسط الحقوق على فكرة. وإذا اختلفت معك يعني ما هي جريمة ولا هي كارثة الكوارث، هي تركيبتنا الحلوة واللي بتخلينا محتاجين بعض، إيه وبتخلينا نكمل بعض، لأن الحاجة للآخرين من أكبر نعم الله علينا. في ناس بتدعي بشكل خاطئ أنه الله لا يحيجني لحدا. غلط، الميت بس هو اللي مو محتاج للعباد ومو محتاج لحدا، أما الأحياء كلياتنا بحاجة بعض، كلياتنا أسباب لبعض، ما حدا بعيش مستغني عن الناس. بس قول يا رب اجعل حاجتي عند الطيبين، لأن إذا حاجتك عند المان طيبين واخ أكلت وما حدا سمى عليك. في مقولة بحبها كتير، قال قبولك للصداقة قبولك للاختلاف. يا سلام، طبعا لأنك رايت صادق حدا ما عاش معك في نفس البيت، ما عرف نفس الأفكار ولا عنده نفس طريقة التفكير، ومع هيك صار صديقك ويمكن يكون مقرب كمان. طيب شلون؟ لأن الأساس هو التكامل، لا الدوبان ولا التماهي ولا الإلغاء كمان. مو مطلوب مني أجي لطرفك ولا مطلوب منك تجي لطرفي، كل واحد فينا يقرب شوي ونصير طرف جديد مبني على احترام الرأي والرأي الآخر والتقبل مع وعي، وهذا لازم يكون عند الكل، لأن هيك أصل طبيعتنا الحلوة. ولا أنت وش رأيكون؟ طول بالك وهدي حالك، ما بدك كل هالعصبية، نحن منتكامل يا خيو، القصة مي قصة ندية، يمكن ما تقنعني في رأيك وعادي، يعني ما أنا قضية، شوية مني شوية منك منوصل لنتيجة مرضية.